مسألة وقت ضيعت. هذا كفر مبين. أفرق. هذا كفر مبين. الإنسان مش مديني زي ما أنا عايز. أنا عايز أكتر من كده. عايز أكتر من كده. أنا عايز الإنسان يسيب اللي في إيده واللي وراه واللي قدامه ويقعد يقول لي أنت جميل يا أبو عيسى، شكرا يا أبو عيسى، ويقعد بقى يحط لي راسه في الأرض وتيزه في السماء عشان خاطر يرديني كل شوية 5 مرات في اليوم وأكتر كمان وأكتر. وكل ما الإنسان يقعد يمدح فيا ويقول لي جمالك يا أبو عيسى وحلاوتك يا أبو عيسى وانت يا أبو عيسى كبير وعملت السماوات والأرض ووسع كرسيك السماوات والأرض يا أبو عيسى وصلى الله على النبي بتاعك يا أبو عيسى ويا جمالك يا أبو عيسى ويا عظمتك يا أبو عيسى، أنا بحتاج الحاجات دي جدا في حياتي. من غير الحاجات دي هبقى إيه؟ ولا كأني خلقت حد، ولا كأني ولا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمنهم وما أريد أن يطعمون، أنا ما بأكلش أصلا، أنا بتغذى على الكلام ده. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، يحيي ويميت، والناس تقول الحاجات الحلوة اللي فيه. أنا جميل أحب الجمال، بص حلاوتي بص جمالي، شوف شوف خلقي فين بقى من الكلام ده، فين أنتم من الكلام ده؟